هذا البلد، وبنرحب بالقراء وبالمشاهدين بتوع حضراتكم. والنهارده عندنا اخبار سعيده جدا، فرحانين كلنا فخورين بيها، ان الهيئه العليا للدواء المصري اجازت استخدام عقار الريمديزفير للحالات المتوسطه والحرجه في مرضى الكورونا. ويمكن عقار الريمديزفير زي ما حضراتكم عارفين هو احدث عقار حاليا موجود وبيستخدم في الولايات المتحده الامريكيه وفي كثير من بلدان العالم. هو من انتاج اصلا شركه جيليات ساينسز العالميه، و يعني بيتم استخدامه في المستشفيات في الحالات الحرجه للمرضى اللي عندهم احتياج للاكسجين او قاعدين على جهاز تنفس صناعي في غرف عنايه مركزه. التصريح اللي اخذته شركه ايفا فارما من شركه جيليات ساينسز يسمح لها ان هي تصنعه وان هي تورده ل 127 دوله، وان هو يكون في نفس التوقيت موجود في مصر في نفس التوقيت اللي موجود فيه في الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه، دي حاجه تطمننا وتبسطنا. يمكن الهيئه العليا للدواء المصري ساعدتنا كتير قوي، وكان في شغل يدا بيد طول فتره رمضان وطول فتره الاعياد عشان نقدر نوفر الماده الخام دي، وعشان نقدر النهارده ناخد منها التصريح باستخدامه زي ما خد ايمرجنسي يوز في من منظمه الصحه والاغذيه الامريكيه الاف دي اي. برضو النهارده من ساعات قليله اخذنا نفس التصريح للايمرجنسي يوز في مصر، وهيكون متوفر في خلال ايام قليله في مستشفيات العزل. ويمكن النهارده كمان قامت شركه ايفا فارما بالتبرع ب 1100 جرعه بقيمتهم اكثر من 2 مليون جنيه لصالح المواطن المصري عن طريق تسليمهم الى هيئه الدواء المصريه، وهم بالاشراف بتاع لجنه الكوفيد، اللجنه العالميه للكوفيد في وزاره الصحه، هيقوموا بتوزيعه على المستشفيات اللي هي ممكن تكون اكثر احتياجا.